وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض الباحث السياسي سالم اليامي. بعد التحية سيد سالم، يرجح محللون وإعلاميون أن سبب التقلبات القطرية هو تعدد مصادر اتخاذ القرار. هل تتفق مع ذلك؟ وإلى أي مدى يؤثر ذلك في مستقبل قطر والمنطقة على حد سواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي السيدات والسادة المشاهدين. يعني أنا أتفق كثيرا مع هذا الرأي، وفي الحقيقة يعني هذا إحدى التفسيرات على كل، وربما هناك تفسيرات أخرى أن هناك فئات، أن هناك أشخاص، أن هناك تيارات يعني مناهضة للمنطقة وليس يعني أن تستقر الأمور في المنطقة هي التي تسيطر على هذه الأجهزة، أجهزة الإعلام، أجهزة وكالة الأنباء، أجهزة معينة هي التي تصيغ، هي التي تنفذ، التي توجه، التي تقترح على القيادة. ولكن يجب، أنا في رأيي حقيقة، العودة إلى النقطة الأساسية. الآن يجب أن نتحدث ونوجه حديثنا ولومنا وعتبنا حقيقة كل هذه المعاني إلى رأس الدولة. نحن نعترف برأس الدولة، والأشقاء في قطر حقيقة يعني على مستوى السلطة، على مستوى النخب، على مستوى الشعب، يجب أن يتوجهون إلى هذه الزاوية. الشيء الآخر، يجب أن يعرفون من يمثلهم حقيقة في المجتمع الدولي، في مجتمع الخليجي، في مستقبل بلادهم. يعني دائما نعرف أن الطبخة كما يقولون التي يعدها أكثر من طاهي تسير إلى الخراب ولا يمكن أحد يأكلها، وهذا من المؤسف حقيقة ما نراه في الشقيقة قطر، ونتمنى ألا يستمر. وإذا استمر حقيقة فيعني وباله على المنطقة وعلى قطر يعني كبير، وربما لا تحسب العواقب له الآن. نعم، إذا سمحت أن نقف عند بيان وزارة الخارجية السعودي كما كان قبل قليل في مؤتمر صحفي الذي أكد على ضرورة أن تصدر الدوحة بيانا توضح موقفها بالتحديد، وأيضا نريد لماذا التأكيد على هذه النقطة بالذات؟ يعني أنا أعتقد أن الدوحة تهدر الفرص، الدوحة تضيع الفرص، ولكن إلى الآن هذه الفرصة، إذا كانت الدوحة تقول أنها يعني لا تقصد شيء، أو أن هناك خطأ غير مقصود، أو أنها لا تعرف الحقائق، أو أنها تتماهى مع ما يحدث إقليميا ودوليا، فهذه فرصة أيضا جديدة أنا أسميها حقيقة الفرصة التي تقدم في اللحظات الأخيرة، الفرصة التي تقدم في مرحلة الخلاف في المرحلة النهائية. نحن الآن في مرحلة حل، أو يفترض حقيقة إقليميا ودوليا بعد وساطة الشيخ صباح، وبعد التقدم الأمريكي، وبعد أحد كل الأطراف على هذا الإجراء، وبعد الاتصال حقيقة. يعني هناك أشياء تبعد على الغرابة، يعني رئيس دولة يتقدم بالاتصال بدولة شقيقة ثم يتراجع يعني بسلوك غير مقبول، هذا كله في تقديري. البيان الذي يعني قالته الخارجية السعودية، أنا في رأيي أنه واحدة من الفرص الأخيرة التي على الدوحة أن تبين أين تقف وأين تريد أن تقف في المستقبل، وهذا هو المهم. نعم، لنتحدث عن القادم، توقعاتك إلى أين يتجه نظام الحكم الحالي في قطر؟ يعني على الدوحة في الحقيقة أن تبدي الرأس الذي يكون مسؤولا عن البلاد العدة في هذه يعني الوحدة السياسية المدعوة بدولة قطر شقيقتنا وبلدنا الآخر. ولكن نحن نأسف بما يحدث فيها، ونأسف حقيقة يعني هذا التخبط، هذا عدم الوضوح، عدم اتخاذ القرار. الشيء الآخر، يعني كيف سيكون المستقبل؟ ما نريد حقيقة يعني مستقبل قطر يهم الجميع، ليس القطريين فقط وهم أهلنا ويهمنا مستقبلهم، ولكن مستقبل المنطقة. لن تنتظم هذه المنطقة وهناك جرح يسمى قطر، يدخل منه العدو، يدخل منه من يريد التخريب، من يريد تمزيق المنطقة. نتمنى من القطريين حقيقة أن يحزموا أمرهم، هذه مرحلة حاسمة صراحة حقيقة. ويجب أن يكون هناك تحرك حازم، إما على مستوى النخب، على مستوى الشعب القطري، على مستوى يعني العائلة الحاكمة وحكمائها وعقلائها ومن يودون لقطرهم أن تبقى قطرا خليجية عربية في محيطها الخليجي والعربي الواحد. نعم، من الرياض الباحث السياسي سالم اليامي، شكرا جزيلا لك.